يعني كبلد مضيف يعني الأردن يعني يعطيه العافية بيحاول جاهدا قدر الإمكان يستوعبهم في البلد يعني إنه يتحمل المشكلة، بس مش هدف رئيسي يعني، مش هدف الأردن تجنيس المواطن السوري ما أعتقد. لا بس مضياف في الأردن وما أتوقعش إنه يصير هذا الحكي نهائيا، وإن شاء الله يعني إحنا دائما متعودين إحنا بلد الأردن، الأردن بلد الكرم وبلد الجود والعطاء، واي احد من الدول يعني الاخواننا اللاجئين احنا نستضيفهم بصدر رحب. واما التجنيس بالنسبه للتجنيس يعني صعب حاليا. لا ما اعتقد، الاردن بلد جميع وبتستقبل الكل اكيد، لكن طبعا يمارس عليها ضغوطات لانه الشعب السوري صار اكثر من الشعب الاردني الاصلي الموجود هون. هاي نقطه، بس التجنيس صعب جدا، عرفت كيف؟ لانه يا دوب الاردنيين اللي هون متجنسين، هم المضياف، وفي كمان يعني تاثير على الاردن يعني كمان التجنيس السوريين السوريين وغير السوريين يعني بيؤدي الى اللهم صل على سيدنا محمد شله الحركه في الاردنيين والفلسطينيين يعني والمعرب بس ضد انه يتجنسوا يتجنسوا جنسيه اردنيه؟ لا ما يتجنسوا جنسيه اردنيه. لا ما بتوقع، لا ما بتوقع، بس ضيافة لأنه ما بنقدر نلجئ. لا ما بتوقع، يعني الحكومة ما بتقدر إنها تعمل لاجئين جنة سوريين. لا مش بالهين يعني، لأنه هذا البلد بده ناس يعني مين، ما حدا راح يقدر يأخذ الجنسية بسهولة هون، لأنه مش الكل مخلصان يعني. هاي السوريين بعد ما دخلوا البلد صارت عندنا مشاكل كثير.